اليوم رح أعمل سموذي بطريقتين واتنيناتهم كتير طيبين. رح أستخدم كباية من الميكست بيريز، كباية من المانجو، وملعقة كبيرة من التشيا سيدز، كباية من الكوكونات ميلك. خلطهم بالبلندر بس ينخلطوا منيح، نسكبهم بالكباية، نزينهم بالرازبري والبلوبري، وهيدا أول سموذي صار جاهز. السموذي الثاني رح يكون ستروبري بانانا سموذي. رح حط ستروبريز فروزن مع فروزن بانانا، كباية من الحليب وملعتين من الميبل سيروب، وبنخلطهم. هيك السموذي الثاني صار جاهز، كمان رح اسكبه بالكباية، وهيك النوعين من السموذي صاروا جاهزين. ولندوق الستروبري بانانا سموذي. يامي، ريفرشينج، مسقع، ببورد، كتير طيب. مش من محبين الموز أنا بالعادة، بس طعمة الستروبري طاغية على البنانا، كتير طيبة. يامي يامي، طعمة المانجو مع الميكست بيريز مع التشيا سيدز روعة. بيحمل نطفة حلى زيادة ميبل سيروب أو عسل، بس كتير طيب. وصفات صحية وكتير طيبة. وصحتين.